الحقيقة كانوا في حماية الشرطة وكانوا مدارين من قبل الشرطة، ويأتي المتطرفين الهندوس ويوجه لهم السؤال ويقتلهم أمام الشرطة. النائب السابق أحمد عتيق رحمه الله قبل شهر كان مقدم شكوى أن حياته في خطر من الشرطة، وشفنا الاغتيال اللي حصل. This video presented by Raidan Multi Cuisine Restaurant. Variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen. Address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. شيء يعني الأخ النائب أحمد عتيق وشقيقة كانوا في حماية الشرطة وكانوا مدارين من قبل الشرطة، ويأتي المتطرفين الهندوس ويوجه لهم السؤال ويقتلهم أمام الشرطة. هذا طبعا العمل ليس بس بيان نستنكر فيه أو يوقف لهذا الحد. يوجد هناك تبادل تجاري ما بين دول الخليج العربي وما بين الدول العربية وما بين جمهورية الهند، وإحنا نكن للجالية الهندية في منطقة الخليج وفي البحرين خاصة كل الاحترام والتقدير، ولا يمس أي من هذه الجالية، بل يدافع عنهم ويمارسون طقوسهم وحياتهم على بسلام وأمان. ولكن ما يجري للمسلمين في جمهورية الهند هذا شيء غير مقبول، سواء من مملكة البحرين أو من دول الخليج، ويجب أن يكون لا يقف الموضوع أو الحد في بيان إصدار بيان أو استنكار، لا بل نروح أبعد، لأن الحكومة الهندية قاعدة تتمادى، المتطرفة يجب أن تقف عند حدها، ليس من مملكة البحرين ولكن من جميع دول الخليج، أن يجب هناك يأخذون قرارات لوقف هذه النزيف اللي يصير في الهند. سواء النائب السابق أحمد عتيق رحمه الله قبل شهر كان مقدم شكوى أن حياته في خطر من الشرطة، وشفنا الاغتيال اللي حصل، كان هو وأخوه محاطين بالشرطة تم اغتيالهم، وهذا الأمر وعلى الرئيس احنا نشوفه يعني يتكرر في الهند بالنسبة للمسلمين، بقتل المسلمين أكثر من فيديو ينتشر يتم قتل واضطهاد المسلمين بوجود عناصر من الشرطة تدافع عن الهمجيين وعن القتلة وعن المجرمين الذين يتهجمون على هؤلاء الضعفاء، وكذلك تهديم المساجد وما أشبه ذلك. معالي الرئيس، بل أذهب إلى أكثر من ذلك، أنا أطالب حقيقة من المجلس البحريني، من هذا المجلس جميع البرلمانات العربية والإسلامية بإصدار بيان يستنكروا هذا الأمر الذي يحصل، وكذلك معالي الرئيس أطالب حقيقة أن يستدعى السفير الهندي وكذلك يعطى أو يسلم ورقة استنكار ويطلب منه حماية المسلمين في الهند.